هذا معلم من أهم معالم كابادوكيا، كاي ماكلا، مدينة تاريخية تحت الأرض، أندرغراوند سيتي. الآن ننزل نزوره ونشوفه إن شاء الله. 5 طوابق تحت الأرض كان يعيش فيها 25,000 شخص. الجو بارد. هذه المدينة 14 دور تحت الأرض، المفتوح منها 5 أدوار الآن للسيارة. الممر جدا ضيق. هذا أحد سكان المدينة، ها، عايش هنا من القرن الميلادي الأول. لا مسلم، يقول السلام عليكم. بنى هذه المدينة المسيحيين الأوائل الموحدين في العام 90 ميلادي، خوفا من بطش الحكام الرومان. هذا نفق عبارة عن نافذة 40 متر فوق و 60 متر تحت لجلب الهواء للأنفاق. عجيب جدا. الآن ماشيين مدنقين في منتهى الصعوبة. عموما كان يعيش في هذه المدينة 25,000 شخص. استخدم الطابق الأول للحيوانات، والثاني والثالث والرابع لحفظ الأطعمة. مستودعات الأطعمة هنا درجة حرارتها درجة حرارة الثلاجة. كانوا يحفظون هنا الفواكه المجففة واللحم المجفف والجبن المجفف، لأنهم ما يقدرون يشعلون النار هنا. هذا قسم الضيافة، شرب هانا. بعدها مع الدرج تبدأ غرف الحياة المعيشة يمين ويسار. هذه غرفهم. زي ما ذكرنا في 90 ميلادي بنوا هذه المدينة هروبا من بطش الحكام الرومان. الحكام كانوا وثنيين وهؤلاء موحدين. استمروا في استخدامها حتى العام 350 ميلادي تقريبا. بعد كذا سمح للمسيحيين انهم يعيشوا حياتهم الدينية الطبيعية فطلعوا منها. نوعية الصخور هنا رسوبية سهلة النحت، يرشون عليها موية بعدين يحفرونها بالمعاول. 12 رجل يحفرون هذه الغرفة بساعتين. أكلهم هنا زي ما ذكرنا فواكه مجففة ولحوم مجففة، لكن في الشهر مرة أو مرتين يشعلون نار عشان يعملون الخبز. في وقت الحروب يسحبون هذا الحجر الضخم ويغلقون فيه مدخل المدينة اللي هي مدينة الكهوف أو أندرغراوند سيتي. ممرات هذه المدينة عجيبة جدا، فلا عجب أنهم أطلقوا عليها مدينة العفاريت، وكأن العفاريت حفرتها. هذا مخطط المدينة، 5 أدوار نزلناها هي المسموح بزيارتها، ولا المدينة 14 دور تحت الأرض. شوفوا، لاحظوا الحيوانات في الدور الأول تحت الأرض.